السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي. النهاردة بإذن الله جايبه لكم كريم روعة روعة لكل مناطق الجسم، المنطقة الحساسة، هينفع جدا جدا للعرايس لو انت عروسة وفرحك قريب وعاوزة حاجة تبيض أي منطقة فيها سواد عندك. مهما كان السواد من أول دهنة إن شاء الله هتحسي بنتيجة ملحوظة جدا جدا. امشي معايا بنفس المكونات ونفس طريقة تحضير الوصفة وكمان طريقة دهنها مهمة جدا جدا. خليكي معايا لآخر الفيديو علشان بقول حاجات لو انتي ما عندكيش بديل، يعني ما تاخديش المكونات وبس علشان تستفادي بالنتيجة من اول استخدام ان شاء الله، او من اول مرة تديني فيها الكريم ده. بالله عليكم تشجعوني باللايك والشير للفيديو، مش هتخسري اي حاجة ان انت تشجعيني. انا بحب اجيب لكم دايما كل حاجة جديدة ومفيدة وكمان تجيب معاكم نتيجة سريعة، فشجعوني حطوا لايك وشيروا الفيديو، اكيد اشتركي في القناة. اول ما بتدوسي على كلمة اشتراك بيظهر لك جرس، دوسي على كلمة كل عشان تبقي اول واحدة تشوفي الاشعارات بتاع الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. النهاردة باذن الله حبايبي هنعمل مع بعض كريم تحفة جدا لتبييض المنطقة الحساسة، تقدري تستخدميه على ايديكي على الوش نفسه، اي منطقة انت حابة تستخدمي عليها الكريم هينفع معاكي. طيب، مكون اساسي معايا الفانيليا. الفانيليا اللي هي البودرة او السايلة، الاتنين ما تفرقش، يعني لو عندك سايلة استخدمي منها، لو عندك بودرة استخدمي منها برضو عادي جدا. الفانيليا هنا هتعمل لي ايه؟ بتبيض جدا، بتفتح البشرة جدا، وكمان بتخلي الكريم ريحته حلوة، فانتي هتبقي حابة ان انت تحطيه لانه ريحته حلوة جدا. تقدري انت لو متجوزة تقدري تحطي الكريم من غير ما تتضايقي خالص من الريحة، مفيش اي مشكلة، بل هيديكي ريحة تعطير حلوة جدا جدا. هاخد كيس واحد من الفانيليا بمقدار نص معلقة، وبالتالي برضو نص معلقة من الفانيليا السايلة. كمان تاني مكون معايا ودايما بكلمكم عنه هو بيشد البشرة وبيفتحها جدا جدا، هو النشا او الكورن فلاور، من الحاجات اللي بتفتح البشرة جدا. هناخد نص معلقة. احنا طبعا بنحضر الكريم بكمية صغيرة لان الصلاحية بتاعته بتكون مش كتير، فبنحضره بكمية صغيرة وبنحتفظ بيه لمدة 3 او 4 ايام. من يعني هيكون احسن ان احنا نحضره كل 3 او 4 ايام. الكمية دي هتكفي معاكي لو للمنطقة الحساسة بس او لبشرتك بس. وكمان هضيف مكون حلو ورائع جدا برضو، هو الحليب المجفف او الحليب النيدو، نص معلقة كده. ممكن نستبدله بالحليب السائل، في وصفات مش بينفع نستبدل الحليب النيدو بالسائل، بس الوصفة دي هينفع تستبدليه بمعلقة من الحليب السائل. وكمان هضيف مكون حلو بقى بيفتت او بيشيل طبقة الجلد السودا دي خالص، بيزيلها زي ما تكوني عملتي عملية تقشير كيميائي، بيشيل طبقة الجلد السودا دي، وهو الكربونات او بيكربونات الصودا. هنستخدم منه شوية بحذر لانه هو بيبقى قوي جدا، فهناخد منه ربع معلقة صغيرة، ربع معلقة صغيرة، وهنقلبها مع بقية المكونات الجافة كده، وهضيف معلقة صغيرة من مية الورد، وهقلب كويس جدا قبل ما اضيف اخر مكون معايا، وهقول لكم نستخدمه ازاي بالظبط، بس لازم نضمن ان المكونات كلها تجانست مع بعض عشان لما نستخدم الكريم ما يبقاش فاصل مننا كده الزيوت عن المكونات الجافة. عادي الحبيبات اللي موجودة دي الفانيليا هتدوب برضو. دلوقتي هاخد بقى معلقة صغيرة من الفازلين، اي نوع فازلين بس ماركة تكون كويسة من الصيدلية معروفة، يعني مش مغمورة من عند العطارين، بيبقى فيه فازلين نوعه
مش حلو، مش بنحب نستخدمه على البشرة لانه بيبقى مش موثوق فيه او مصدره مش تمام. فاحنا نشتري دايما الفازلين من الصيدلية، اي ماركة تناسبنا نستخدمها. هناخد مقدار معلقة صغيرة من الفازلين وابدأ ان انا اخلطها مع بقية المكونات. ممكن تاخد شوية وقت لكن لازم نخلطها كويس جدا عشان الفازلين من الحاجات الدهنية، فعاوزين نخلطه مع بقية المكونات ويبقى متجانس كويس جدا. هنستخدمها ازاي وهنستخدم قبليها ايه هقول لكم برضو. هو بالطريقة دي نكون خلطنا الكريم بتاعنا الممتاز ده اللي هنحضره كل 3 او 4 ايام بالكتير. ما تحضريش كمية اكبر من دي علشان ما تفسدش معاكي او تبقى طازة كده ونتائجها تكون حلوة وسريعة معاكي. طيب الكريم ده بتحفظيه عندك طبعا في اي برطمان كريم صغير كده، ازاز او بولة زي دي، وتغطيه. اهم حاجة ان احنا نغطيه نحتفظ بيه كمان في التلاجة. احسن حاجة للوصفات الطبيعية ان لما نحتفظ بيها اكتر من يوم نحتفظ بيها في التلاجة، علشان زي ما انتم شايفين هي مواد طبيعية كلها، بس طبعا طبيعية للبشرة، مش بتأذي البشرة مهما استخدمتيها، بل بتديكي نتائج حلوة وطبيعية، وكمان مكوناتها مش مكلفة، موجودة في كل البيوت. هنستخدمها ازاي؟ هنستخدمها بعد التقشير. التقشير يا جماعة لو ما بتستخدميش تقشير استخدميه 3 ايام ورا بعض، وبعد كده يومين في الاسبوع هتكون كويس جدا. طيب التقشير اللي ممكن استخدمه ايه؟ ممكن استخدم سكر وليمون او كمان سكر وزيت زيتون. لو انت بشرتك حساسة ممكن تستخدمي سكر وزيت زيتون، ممكن تستخدمي القهوة سريعة الذوبان اللي هي النسكافيه مع زيت الزيتون. ممكن تخلطي النسكافيه والسكر برضو مع زيت الزيتون او الليمون على حسب طبعا بشرتك حساسة ولا لا. الليمون مفيد جدا، بس في بشرات بتبقى بتتحسس منه او بتلتهب منه، فتستبدله بزيت الزيتون، هيكون خفيف وكمان هيقشر الجلد بسهولة جدا. طيب الكريم دوت هندهنه ازاي؟ بندهنه كل يوم بالليل. اي حاجة فيها فازلين ما نستخدمهاش ابدا الصبح، عشان كده انا دايما اقول لكم كملوا معايا لاخر الفيديو، لان بقول على حاجات مهمة جدا وانا بحضر الوصفة وكمان عند طريقة استخدامها. الفازلين لو استخدمناه في منطقة النهار او تدهنيه وتخرجي بيه في الشمس بيكون كارثة، يعني بيسود لك البشرة بدل ما بيبيضها لك بيسودها لك تماما. انت لو استخدمتي الفازلين بالليل بيديكي نضارة وتفتيح للبشرة من درجتين لثلاث درجات على الاقل. من اول مرة هتدهني فيها الكريم هتحسي بتغير حلو جدا في بشرتك، وزي ما قلت لاي منطقة في جسمك. في ناس طبعا لو انا اتكلمت عن المنطقة الحساسة بتفتكروا المنطقة الحساسة بس، لا انت تقدري تستخدميه لكامل جسمك، وهو كريم زي ما هو بيبيض بيشد البشرة بيرطبها وكمان بيعطرها، لان مكوناتنا مفيدة جدا جدا. وزي ما قلت احتفظي بيه في التلاجة من مدة 3 لـ4 ايام وبنبدأ نحضره تاني، مش هياخد معاكي اي وقت ان شاء الله. يا رب يكون الكريم سهل عليكم وتجربوه ان شاء الله، لما تجربوه هتستفادوا منه جدا ونتائجه ان شاء الله من اول استخدام استمر عليه لافضل النتائج. اكيد هستنى ارائكم، بتهمني جدا. اي طلبات من عينيا الاتنين اكتبوها لي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.